على وقع الاستعراضات الفلكلورية التي قدمت كل الألوان الموسيقية الموروثة من الطابع الشعبي، إلى جانب الخيمة الأدبية اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي لولايتي الوادي وعين تيمشنت التي احتضنتهما ولاية قسنطينة عاصمة الثقافة العربية لهذه السنة. احنا نمثل ولاية عين تيمشنت، جبت المجوهرات تاكو تشوفوا فيهم، ها هما، ها هي ولاية عين تيمشنت تحط رحالها بقافلة محملة بتراث. انا الفنان عبد الله حمدي، عميد الفن التشكيلي لوادي سوف، شاركت ضمن الأسبوع الثقافي لولاية الواد بقسنطينة. صناعات تقليدية من اللباس والزرابي إلى حيوانات محنطة وفنون تشكيلية صنعتها أنامل الحرفيين القادمين من ولايتي الوادي وعين تيمشنت، زينت أروقة المعرض. العاصمة الثقافة العربية جينا معناها نمثل في ولاية الواد في تربية الحيوانات المحنطة، ضمن الحيوانات المحنطة جبناها نميز بها كإرث الصحراء تاعنا. على مدار أيام الأسبوع الثقافي استمتع الجمهور القسنطيني المتعطش لمثل هذه النشاطات الثقافية بما عرضه الحرفيون من تحف ولوحات وحتى صناعات تقليدية.